خفايا وأسرار النجوم. وائل محمد وهبي جسار ولد عام 1976 في لبنان. بدأت موهبته وهو في الثامنة من عمره، وعندما وصل المرحلة الثانوية بدأ في الحصول على درس موسيقى خاص لدى أحد أساتذة الموسيقى اسمه جورج روفايل. الغناء ليست موهبة وائل جسار الوحيدة، فهو بارع في عزف العود. شارك بعد ذلك في أحد المهرجانات بمنطقة رياق في لبنان وحصل على المركز الأول، ومن هنا بدأ تحقيق حلمه وبداية مشواره الفني. ثم تقدم للمشاركة في البرنامج الشهير الحروف تغني في تلفزيون لبنان، وذاع وقتها ولقب بالمعجزة. توقف لفترة، وعندما وصل إلى مرحلة الشباب عاد إلى الساحة الفنية مرة أخرى لينطلق بأول ألبوماته، ليبدأ مشواره بالعديد من الكليبات والألبومات والجوائز الفنية. من ضمن الجوائز التي حصل عليها وائل جسار جائزة أفضل أغنية عربية على أغنيته غريبة الناس، وفي مهرجان الإسكندرية للأغنية في عام 2010 تم تكريمه كأفضل مطرب عربي وجائزة أفضل ألبوم في حضرة المحبوب، بالإضافة لجائزة أفضل أغنية أول ساعة في الآخرة. بخلاف جائزة أفضل مطرب عربي وأفضل ألبوم غنائي عام 2011، هناك جزء آخر صنع نجومية وائل جسار وهو غناء تترات المسلسلات، فهو يعد من أكثر النجوم في الوطن العربي مشاركة في غناء تترات الأعمال الدرامية. أما عن صراعات وائل على الساحة الفنية، الأشهر كان مع المطربة الإماراتية أحلام بسبب برنامج اكتشاف المواهب The Voice. كانت أحلام عضوة في لجنة التحكيم. الأزمة بدأت بعدما أعلن جسار عن عدم اقتناعه بالمواهب الغنائية في ذلك الموسم من البرنامج، وأن لديه حرية التعبير عن ذلك، لكن أحلام لم تستطيع الصمت أمام تصريحات وائل وخرجت للترد عليه في إحدى حلقات البرنامج قائلة أنه لا يتذوق الموسيقى والفن. وخرج وائل مرة أخرى متمسكا برأيه ورد عليها قائلا أنها لم تحترم زملائها. أما عن خلافه مع إليسا، قال وائل: لم أهاجم صوت إليسا مطلقا، لكن كل ما قلته هو أنني أحب صوت إليسا خلال الألبومات، لكنني لا أشعر بالصوت نفسه خلال الحفلات. وأضاف أنه ربما يكون هذا السبب الرهبة أو الخوف داخلها خلال وقوفها على المسارح، لكن لست ضدها ولا أحمل أي إساءة لها. وأثار وائل جسار الجدل حينما طالب الفنان السوري جورج وسوف بالاعتزال حفاظا على تاريخه الفني، ثم خرج ليعتذر قائلا إن كلامه تم فهمه بشكل خاطئ، وإن ما يقصده من اعتزاله كانت بسبب حالته الصحية، أما من ناحية الصوت فهو الملك الذي يتعلم منه. عن الزواج في حياة وائل جسار، فقد تزوج عام 2005 من ميري مقدسي وأنجب منها طفلين، بعدما تعرف عليها خلال حفل غنائي وجذبت انتباهه بنظراتها. خلال مسيرته اعتزل وائل جسار الفن مرتين، الأولى في فترة المراهقة كما ذكرنا سابقا، أما الثانية كانت بسبب انشغاله بأداء الخدمة العسكرية، ولكن بعد انتهائها عاد بقوة إلى جمهوره.